صحيح، ليست لعصاة الموحدين خلاص بقى، خلاص احنا وضحت سبحان الله العظيم. لان عظمة القرآن انه لا يخلق على كثرة الرد، بمعنى يعني من كثرة التكرار لا يصير قديما. يعني انت مثلا مسلسل تشوفه مره ثانيه ولا قصه واحكيها لك، خلاص يا اخي سمعتها قبل ذلك، تقرا كل مره تجد القران جديد سبحان يخاطبك، وفي كل مره تضيف معنى وتدخل في سبحان الله العظيم. عمر يقول يا يقول اجلس يا عمر، يعني سبحان الله، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكاني اسمعه لاول مره سبحان الله. هو يحفظ. نعم. إذن هذا هكذا متجدد. هكذا هذه نعم. معجزة القرآن. نعم. ويظل متجدد إلى يوم القيامة. صحيح. طيب يا سيدي، من كان يريد العاجلة الدنيا، هذه الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هو عايز الدنيا بس، عايز الدنيا، ولكنها قيدت المشيئة هنا لله سبحانه وتعالى والإرادة لله. لا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. أيوة. ما نشاء طبعا طبعا، لا شك سبحان الله، لمن نريد والإرادة لله أيضا. ولا طبعا تمام، هو طرق باب الدنيا فقط، أو أنا عايز دنيا خلاص خد دنيا، يعني دنيا. طب يأخذ بالأخيرة برضه، يعطيه للدين. صح. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أما في الآخرة قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك وهو مؤمن. وهو مؤمن، مش سعي منظر، مش سعي كلام. احنا ما شاء الله علينا، احنا من اهل التوحيد، يا بختنا بشفاعه الرسول. كل كلام التهريج ده كلام مقاهي، ده كلام واحد مش عايز يشتغل. سبحان الله. لا ليس الايمان بالتمني. وسعى سعيها وهو مؤمن، وهو مؤمن، وهو مؤمن يعمل لها، مؤمن بها ومؤمن بالعمل لها وبالخوف منها وبالعمل حساب. سبحان الله. فهنا هو عايز العاجله بس، عجل الله لا، ثم يكون مآله جهنم والعياذ بالله رب العالمين. ما الخطل في ان يطلب العاجله من الله عز وجل؟ طب يطلب العاجله عشان يتمنظر على الناس، انا عايز زي قارون، انا عايز اكون زي بيل جيتس، عندي مليارات. هذا غير مشروع في الشرع. لا، مشروع، بس عندي انا عايز المال ده اوظفه لكذا. هو يعني وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أن تزرع فيها للاخره معناها. لا يطلبها هكذا للدنيا. سيدنا عمر قعد كده قال ليتمنى كل واحد امنيه. واحد صحابي قال اتمنى جبلا كجبل احد من الذهب، ماذا تصنع؟ انفقه في سبيل الله عز وجل. وانت قال اتمنى واديا كوادي عوف مليئا بالخيل، تعمل بايه؟ اغزو بها في سبيل الله عز وجل. الهمم سبحان الله. وصل الدور على امير المؤمنين سيدنا عمر. وانت قال امنيتي غاليه عزيزه، قال اتمنى، احنا نتمنى مع بعض، قال اتمنى مسجدا مثل هذا المسجد مليئا برجال من امثال ابي بكر. يا الله، فانظر الى الاماني، الاماني العاليه. سبحان الله. يا سلام. هذه الاماني العاليه.